الشرطة تزيل مخيم تضامن مع فلسطين أمام جامعة التكنولوجيا. النمسا تشهد أعلى عجز في المواليد منذ الحرب العالمية الثانية. توقيع مذكرة تفاهم مع السعودية للتعاون في المجال الاقتصادي. السجن حوالي أربع سنوات لتركي هرب 115 شخصاً عبر النمسا. وانخفاض في اسعار العقارات مقابل ارتفاع في الايجارات. واخيرا تراجع طفيف في عدد الزيجات وارتفاع في حالات الطلاق. مشاهدينا الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشره الاخبار لهذا اليوم الى تفاصيل النشره. قامت الشرطه النمساويه بفض مخيما احتجاجيا. تضامنا مع فلسطين أمام جامعة فيينا التقنية بذريعة أن الاعتصام غير مسجل مسبقا. وندد النشطاء بتعاون الجامعة مع معاهد إسرائيلية حيث يرى النشطاء أن جامعة التكنولوجيا متواطئة في الإبادة الجماعية المزعومة في فلسطين بسبب تعاونها مع معاهد إسرائيلية مثل معهد التكنولوجيا الإسرائيلي. ولذلك نصبوا خياما ورفعوا لافتات ورددوا شعارات مثل حرروا فلسطين وارفعوا ايديكم عن رفع وتدخلت الشرطه وازالت المخيم بالقوه معتبره التجمع مهددا للنظام العام سجلت إحصاءات النمسا لعام 2023 وفاة 12 ألف شخص أكثر من عدد المواليد ويعد هذا أعلى عجز منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وبلغ عدد سكان النمسا ما يصل إلى 9 ملايين و159 ألف نسمة بزيادة قدرها 0.6% مقارنة بالعام السابق وشكلت الهجرة العامل الرئيسي في هذه الزيادة حيث استقبلت النمسا حوالي 67 ألف شخص أكثر ممن غادروها وسجلت فيينا أعلى نسبة نمو في عدد المواليد بنسبة 1.2% بينما كانت فرال في الصدارة بمعدل خصوبة 1.5 طفل لكل امرأة وتوفي ما يصل الى 90 الف شخص بانخفاض قدره 3.8% عن العام السابق وقعت وزاره الاقتصاد والتخطيط السعوديه ووزاره العمل والاقتصاد النمساويه مذكره تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك على هامش اعمال اللجنه السعوديه النمساويه المشتركه في دورتها التاسعه في فيينا وتهدف المذكره الى تنويع وتعزيز الروابط الاقتصاديه بين البلدين، بما في ذلك النمذجه الاقتصاديه وتبادل الخبرات وتشجيع التعاون في مجالات التجاره والصناعه والبحث والتطوير والسياحه والمنشات الصغيره والمتوسطه. وتشمل ايضا تنظيم مؤتمرات وندوات وتبادل للزيارات بين الخبراء والتعاون بين المؤسسات الحكوميه والقطاع الخاص. قضت محكمة فينا نونيشتات في النمسا السفلى بسجن رجل تركي لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر بعد إدانته بتهريب 115 مهاجرا غير شرعي إلى البلاد معظمهم من تركيا. وزعم المتهم أمام المحكمة أنه لم يتقاضى أي أموال مقابل التهريب وأنه كان يرغب فقط في مساعدة مواطنيه بسبب ظروفهم السيئة. وذكر المدعي العام ان المتهم نفذ وساعد في تنظيم دخول 115 شخصا عبر طريق صربيا والمجر وصولا الى المانيا وفرنسا وسويسرا. واضاف ان الرحلات تم تنفيذها بدايه 2021 الى نهايه 2023 وكان المتهم يعلم انه يدير عمليه تهريب منظمه. شهد سوق العقارات في النمسا انخفاضا بنسبه 2.6% في الأسعار مقارنة بالعام السابق مع تراجع في الأسعار بنسبه 3.7% بينما ظلت أسعار الوحدات الجديده ثابته. ويعود الانخفاض إلى سياسة التشديد النقدي للبنك المركزي الأوروبي لمكافحة التضخم. مما ادى الى ارتفاع اسعار الفائده على القروض العقاريه وفي المقابل شهدت الايجارات ارتفاعا بنسبه 7.6% ليصل متوسط الايجار الى 625 يورو شهريا وادى ارتفاع تكاليف الاسكان الى زياده العبء المالي على الاسر خاصه محدود الدخل أظهر تقرير حديث صادر عن مكتب الإحصاء في النمسا أن عدد الزيجات انخفض بنسبة 3.4% في عام 2023 بينما ارتفع عدد حالات الطلاق وزادت شعبية الشراكات المسجلة كبديل للزواج وتم تسجيل ما يصل ل 46 ألف زواج بما في ذلك 785 زواج من نفس الجنس وارتفع متوسط عمر الزواج الاول الى 33.5 عاما للرجال و 31.5 عاما للنساء، وبالمقابل بلغ عدد حالات الطلاق قرابه ألف حاله بزياده 5.2% من العام عن العام السابق. مع متوسط مده الزواج قبل الطلاق الى 10.4 عاما وتم تسجيل 1955 شراكه بزياده 21.5% مع اعلى معدلات في النمسا السفلى والعليا مارك كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفوجرات على هواتفكم كنت معكم انا ممدوح ماكين امسيه سعيده والى اللقاء